شيخ سالم، بكل وضوح، هل هناك تنسيق مع الجيش؟ كيف؟ بأي شكل من أجل القيام بعمليات مسلحة مشتركة لمحاربة التنظيم؟ شوفي حضرتك، الفترة اللي فاتت من مدة طويلة كنا طرحنا مشروع على وزير الداخلية على أساس أنه نجند ما يقرب من 30 شاب من كل قبيلة تحرس الحدود المنطقة اللي هي تابعة ليها أو تهيمن عليها، وكان هذا العمل على أساس أنه إحنا نخلوا شبابنا يحمي مناطقنا بالتنسيق مع الداخلية. وكان هذا المشروع ساير فيه اللواء محمد إبراهيم، لكن بعد محمد إبراهيم توقف هذا المشروع، وقلنا إنه المناطق تحمى برجالها الموجودين فيها بالتعاون مع الشرطة والجيش. شوفي حضرتك، أولا لا يمكن، أتحدى أن يكون حد من الشباب السيناوي منضم حاليا في الفترة الأخيرة هذه ينضم إلى هذه. طيب، هذا موضوع هو ما قاله الصحفي، هو ما أكد أنه ما فيش انضمامات جديدة، لكن مسألة التنسيق مؤخرا، يعني دعنا من ما حصل قبل هذه الفترة، لكن مؤخرا هل وافق الجيش على أن تقوم القبائل بعمليات عسكرية مشتركة معه؟ لا 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 لا، والله لغاية هالحين ما في تنسيق أبدا في هذه المسألة، لكن مسموح لنا أن احنا بندلي بمعلومات بما لدينا من معلومات، مسموح لنا أن احنا نرشد عن هذه الأماكن فقط، لكن تسليح ومحاربة مننا احنا مباشرة وتحت رؤية الجيش ونظره، لا لغاية هالحين ما في تنسيق في هذه المسألة، والجيش هو اللي بيحارب، والشرطة هي اللي بتحارب، والمؤسسات الدولة هي اللي تحارب. يعني القبائل لن تفعل شيئا مع التنظيم، لن تحاربه، ولن تثأرون للدماء التي سالت بسبب هذا التنظيم. شوفي، احنا مع الأجهزة ومع النظام ومع الجيش، إن قللنا نحاربه والله مستعدين نحاربه كقوة شعبية تحت رايات الجيش، لكن إن ما سمحناش الجيش والقوات ما لا يمكن التعامل في هذه المنطقة بهذه السهولة، لأنها منطقة خطرة ومنطقة لا تسمح أن يكون هناك تزعزع في القيادة، وبالتالي القيادة الوحيدة هي قيادة الجيش وقيادة المخابرات وقيادة الشرطة، وإحنا على استعداد وعلى أهبة الاستعداد أن إحنا معاهم قلبا وقالبا نحاربوا بيدينا وبسناننا وبعصينا وبسلاحنا وبأي شيء. شكرا جزيلا الشيخ سالم أبو غزالة، رئيس المجلس الأعلى للقبائل العربية.